السلام عليكم. في إطار الاستراتيجيات الجديدة لإنتاج الزيوت النباتية في الميدان الزراعي، واللي في الأعوام القليلة القادمة سوف تكون يعني حيز كبير للفلاحة خاصة في الجنوب، لهذه الزيوت لإنتاج الزيوت النباتية. فإذا اليوم نعرفكم بتجربة رائدة في إنتاج النبات دوار الشمس في ولاية توغورت، واللي يعني تعرف ثلث محاصيل في السنة الواحدة. إذا نخليكم تتعرفوا هذه التجربة الرائدة والمشجعة كثيرا للمضيف في هذه الاستراتيجية الجديدة لتجعل من الجزائر بلد من أكبر المنتجين لزيت المائدة، وكذلك من أكبر المصدرين، ولما لا إن شاء الله في السنوات القليلة القادمة. نخليكم تابعوا هذا الفيديو، والسلام عليكم. عمي معمر من الفلاحين السباقين في تجربة زراعة دوار الشمس بولاية توغورت، حيث استطاع زراعتها لثلاث مرات في السنة معطية مردودية عالية. احنا جربنا هذا سما رانا في مرتين ومرة ثالثة مرة، يعني هو مرتين في العام هذا يجي نورمال، شديتنا بعد مرتين في العام يجي هذا يعني، ويتحمل الملوحة يعني في الأرضية هذه، يعني كما نقولوا احنا هاك تشوف ما شاء الله من يعني اخر ما يطراو 70، وكان ممكن اللي يكون نجي ندورو مليح نلقاو اللي فايت 70 ما يطراو 70. دوك نحتاجوا كما يقولوا آلته اللي باش يساعدنا في نتاعو آلته، وخاصة آلته احنا رانا تقريبا هنا في الجزائر ما عندناش آلته. خلاص دوك نسال الحمد لله من اللي فتح الوزير الصناعي هذا نتاع الدره هذه، ان شاء الله رانا بصرنا خير احنا كفلاحين. دوك واش يحدوا لنا السعر على الاقل باش كي يباجي الفلاح يباجي على قدر صحيح، يعني مضمون انتاج ومضمون بحول الله. تجربة دوار الشمس في المناطق عالية الملوحة والتي تعتمد على عملية السقي بالتقطير تعطي نتائج مميزة في المحصول وكذا انتاج الزيت. تجربة باتت اليوم محط توجه الفلاحين في ظل دخول الصناعة التحويلية لهذه الشعبة مرحلة جديدة. هالتجربة الثالثة قمنا في زراعة عدة أصناف، فيه أصناف معدل الطول حاليا بعد فقط شهرين من زراعته كما راكم تشوفوا، فيه صنف راهو حوالي 120 إلى 130 سنتيمتر، فيه أصناف راهي لحقت حتى 170 سنتيمتر، فيه أصناف مازالت في بداية تشكل الزهرة. هنا الهكتار راهو ياخذ حوالي من 5 إلى 6 هكتارات كيلوغرام في البذور كبذور، الإنتاجية تصل ممكن حتى ل 20 إلى 30 قنطار في الهكتار حسب طبعا طبيعة المنطقة وحسب المناخ اللي موجود. دوار الشمس شعبة استراتيجية، الأكيد أنها ستخلق استقلالية في إنتاج زيت المائدة مستقبلا وتساهم في الاقتصاد الوطني، فهو واقع يستوجب دعم ومرافقة الفلاحين وخلق مساحات كبرى لهذه الشعبة التي من شأنها مضاعفة المساحات والاستثمار فيها. الزيتي التي حققت نجاحا باهرا وبشهادة المحولين، وها هو الدور اليوم على زراعة دوار الشمس، أين أطلقت وزارة الفلاحة حملة لتشجيع الفلاحين للتوجه نحو زراعة دوار الشمس. المدخلات والمنتوج في السنين الفارطة كانت تستورد يعني متوسط المدى، يعني راح نقلصوا على الأقل 30-40% من الفاتورة. يعني على عكس حملة زراعة دوار الشمس التي لقيت ترحيبا كبيرا من قبل الفلاحين الذين أكدوا على أنها تجربة ناجحة وليست بالجديدة على البلاد. دوار السمش تكلفة تاعو رخيصة، دوار السمش هذا قادرين نخدموها بكل سهولة. احنا كفلاحين وكمجاهدين نتاع الأمن الغذائي ما علينا غير نخضعوا التجربة، وحنا رانا ماشيين مع قرار السمش.